المزيد تنضم إلينا هاتفيا الدكتور بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب. أهلا بك سيادة النائبة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك. بداية، كيف تابعتم القمة الألمانية الأفريقية اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ الحقيقة يعني خليني أقول أن دي من أنجح الزيارات اللي عملها السيد الرئيس، لأن نتائج الزيارة دي بانت بسرعة، والتوجه اللي جاي من أوروبا برئاسة ألمانيا الحقيقة إيجابي للغاية. صحيح هم بيتحركوا عن قناعة إحنا اتكلمنا عنها كتير قوي، اتكلم عنها السيد الرئيس، ما تقدرش تمنع الإرهاب ولا الهجرة غير الشرعية ولا عدم استقرار البلاد إلا إذا حصل فيها تنمية حقيقية. وأوروبا الحقيقة أخيرا تبنت هذا الموضوع بقيادة ألمانيا، وتبنيته على كافة المستويات، مش بس هتستثمر في مشروعات ضخمة في أفريقيا كلها بما فيها مصر طبعا، لأن مصر أكثر دولة جاهزة بكل على كل القطاعات التشريعية والبنية التحتية والطاقة كل حاجة، لكن اهتمت أيضا بأنها تمول وتعمل الصندوق الجديد ده اللي هو حيمول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة علشان تخلي قاعدة الهرم الشعبية مستقرة. يعني ده الحقيقة التحرك اللي حصل في أوروبا بقيادة ألمانيا تحرك واعي وراقي، واضح إنها فاهمة المشكلة كويس وفاهمة حلولها، والحلول ما هياش زي ما كانت بلاد كثيرة بتتناولها، سواء مرة بالتجاهل أو مرة بشوية معونات، إنما هي شايفة إن الحلول إن تحصل تنمية حقيقية ومستدامة في هذه الدول، تحرك الاقتصاديات بتاعتها، تخلي الشباب اللي عدده هائل ده يستقر في مكانه ويعيش حياة كريمة. مش ممكن العالم بالانفتاح اللي حصل فيه وبالتكنولوجيا اللي رفعت الحدود وخلت الناس كلها شايفة بعضها، إن شباب يقبل إنه يعيش حياة غير كريمة وهو بيتفرج على شباب آخر بيعيش حياة من أحسن ما يمكن وبيستغل ثرواته. فالفكرة دي باينت إنها اتغيرت خالص بقيادة ألمانيا، بإن الفترة الجاية هتبقى لتنمية اقتصاديات تلك الدول بالمشاركة مع الدول اللي حتى هي ذكرت قبل كده إنها هتدي الشركات الألمانية اللي هتشتغل في أفريقيا مزايا وامتيازات عن اللي بتشتغل في أماكن أخرى. وهذا هو سؤالي المقبل دكتور بسنت، وأسأل فيك أستاذة الاقتصاد، كيف تستفيد أفريقيا من هذا التوجه الأوروبي الممثل في ألمانيا؟ دي فرصتهم، بس هم عشان يعملوا يستفيدوا من هذا الكلام هم محتاجين كمان يشتغلوا زي ما احنا عملنا كده. لازم يعملوا تشريعات ولازم يعملوا بنية تحتية ولازم يزبطوا بلدهم من جوه، ويعني المجهود اللي احنا قطعناه ده الهائل هم كمان لازم يبتدوا يشتغلوا عليه، وإلا الشركات مش هتقدر تشتغل. عايزين مطارات، عايزين سكك حديد، عايزين طرق، عايزين كهرباء، عايزين طاقة. ولذلك شركة سيمنز قالت أنا مستعدة أنزل في أفريقيا وأعمل مشروعات ضخمة زي اللي عملناها في مصر، بس ده طبعا عايز تنظيم. تفضلي. ده طبعا عايز تنظيم وتنسيق وعايز تمويل وعايز بنوك، اتفاقيات ما بين البنوك المركزية هتتعامل بأي عملات، والبنوك اللي على الأرض كمان تشوف هتمول المشروعات ازاي. يعني هم عليهم شغل كتير، وأرجو انهم يبصوا لنا شوية احنا عملنا ايه، واعتقد ان خريطة الطريق اللي احنا عملناها لو مشوا عليها هيقدروا فعلا انهم يستفيدوا من المبادرة دي، لان دي مبادرة انا عايز اقول لحضرتك مش هتتكرر، انها تقول لك هنيجي ونشتغل ونقعد ونوطن الصناعة وندرب الناس، دي فرصة ذهبية لأفريقيا. شكرا جزيلا دكتور بسنت فهمي، أستاذ الاقتصاد وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، كنت معي عبر الهاتف.